السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا زميلتكم أمي مشكور، وإن شاء الله اليوم رح نبلش بأول محاضرة في مادة الدنتال ماتيريال، وهاي المحاضرة بتحكي عن الميكانيكال والفيزيكال بروبرتيز للدنتال ماتيريال، سواء عم نستخدمهم بالكلينكس أو عم نستخدمهم باللاب، وتفر كان اليوز في الدنتستري. رح تعرف خصائص هاي المادة من كل النواحي وإيش الريكويرمنت اللي أنت طلبتها لهاي المادة حتى إنك تستخدمها، تمام؟ فهلأ أول إشي رح نبدأ بالميكانيكال بروبرتيز. الميكانيكال بروبرتيز كثيرة، فحبينا إنه إيش اللي طبعاً هو مش إحنا اللي حبينا، الساينتست قرروا إنهم يدرسوا الخصائص بناء على إيش؟ بناء على البلك بروبرتيز والسيرفس بروبرتيز. كيف هذا الإشي كان؟ إنه عم ندرس الانتاير ماس، يعني كل المادة، يعني البلك تاعها كله عم ندرس، سواء كانت توف، كانت ستيف، كانت يعني بدك تعرف هلا كل الكلمات اللي انا بحكيهم، تيرمز مثلا كانت دكتايل، بريتل، واتيفر التيرمز هذول، بنهايه المحاضره رح تكون متمكن منهم، عارفهم، تقدر توصف بناء عليهم. هلا السيرفس بروبرتيز برضه هم من فيلد اخر من الخصائص درسناهم، بحيث انه الماده تكون مثلا كيف الهاردنس للسيرفس الماده، هل بتتعرض للوير، ايش انواع الوير اللي هو الحت، وغيره من الاشياء، كلهم ان شاء الله بتعرفهم بنهاية هاي المحاضرة. خلينا طبعا بالنسبة لانه هاي كاتب انا هون انه سؤال سنوات، هلا بيجي سؤال سنوات بين ورز فروم ذيس، انه مش ما كان بلك بروبرتيز، فبنعدل لك كل البلك بروبرتيز، واحد مثلا الوير او الهاردنس او مثلا شيء هيك بتحسه انه عن جد هو مش من مثلا بيكون حاط لك فيزيكال بروبرتيز او غيره، فبسهولة لازم تختاره. وهذا الاشي لو انه كتير بسيط، وان شاء الله انه سؤال يعني في متناول الإيد، بس الفكرة إنه بقيس قديش أنت فاهم عن جد لما بحكي لك هاي المادة قاسية أو مرنة، أو كيف يعني بعطيك وصف إلها، بدك تكون عارف إنه هذا الوصف مش ما كان للسيرفس، كان للإنتير ماس، تمام؟ هلا بدنا نحكي هنا زي ما بنحكي كيف البلك بروبرتيز، عم نحكي بالإنتير ماس. برضو بدك تعرف انه الدنتال ماتيريالز في شويه ميكانيكال ريكويرمنتس بنطلبهم لهذه الماتيريال حتى انها تكون ايبل تو بي يوز، تمام؟ فهلا مثلا اذا بدي احكي عن ريستوريشن، سواء كومبوزيت سواء كانت امالغام، بدنا اياها مثلا تكون هاي الريستوريشن سترونج انف. ليه بدنا اياها سترونج؟ لانه حيجي عليها اوكلوزال فورسز، وهاي الاوكلوزال فورسز رح تعمل فيها يعني كيف ستريس، او طبعا هلا رح نتعرف على مفهوم ستريس بالذات، ورح نتعرف على انه كيف بصير فيها تغيرات هاي الماده اذا كانت متاثره بهاي الفورسز اللي جايها من الاوكلوزال او من التشوينج او غيره. هلا كمان بدك تعرف شغله، مثلا حكينا عن كراون، هذا مثلا الكراون انت بتعرف انه خلص هو فابريكيتد، يعني معمول ومخلص، وبس انت بتحطه على البريبيرد توث. بدك تكون عارف انه هاي الماده لازم تكون ريجيد انف بحيث انه ما يتغير شكلها، يعني على قد ما انت انه في يعني في اطباق، في المضغ وغيره من الانشطه، ما بدنا كل قواك هاي تأثر على شكل الماتيريال بأي حالة من الأحوال، سواء هلأ أو بعدين، ما بدي يتأثر شكلها، ما بدي يتأثر خصائص فيها ثانية مثل لونها أو غيره. فبس لو تكون عارف أنه أنا بيكون عندي صفات متطلبات، وبناء عليها دورت على ماتيريالز وصرت أسقط أنه والله بتنفع ما بتنفع، تمام؟ هلأ أول إشي بدنا نعرفه بالبلك بروبرتيز والسيرفس بروبرتيز وغيرهم من الخصائص، انه بدنا نفهم اول اشي احنا كيف درسناهم. اول ما درسناهم عن طريق اشي اسمه ستريس سترين كيرف. طب شو يعني ستريس سترين كيرف؟ هذه القصة كانت كالآتي، انه حكينا لو احنا اعطينا قوة اثرناه فيها على سطح، وهذا السطح مجرد ما انت اثرت فيه على قوة باي فيزيكس انه حيلاقي قوة معاكسة بالاتجاه ومساوية في المقدار، وهاي القوة رح تكون يعني بنسميها internal stress،
تمام؟ ها هي فكرة استرس. الانترنال استرس هذا شو رح يسوي؟ رح يعمل ديفورميشن، يعني رح يحاول يعمل تغيرات داخل هاي الماتيريال، تمام؟ فبنحكي هلأ احنا عن الاسترس، انه في مرات عندك بصير انترنال ستريس. هو عباره عن شو تعريف الاسترس؟ هو عباره عن فورس انت عملت ابلاي هاي الفورس على ايش؟ على سيرفيس اريا، ونتج عنها انترنال ستريس، ونتج عن الانترنال ستريس ديفورميشن. اوكي، هلا من ناحيه انه شو هي بالضبط هاي فورس على اريا، وبتكون بالباسكال اوريدي يعني اندرستود مع الفيزيكس. هاي هلا انواع الاسترس. الاسترس بنقسمه لنوعين بناء على الاكسس. فبنحكي في عنا اكسيال ستريس وفي نون اكسيال ستريس. الاكسيال ستريس يعني عم بعمل ستريس انا من بوث سايد بس بنفس الدايركشن، يعني بنفس الاكسس هيك، بس لو انا يعني عم بشد بهاي الطريقه انا اكسيال، لو بشد ايد هيك وايد هيك انا مش اكسيال، نون اكسيال. اوكي، بس هاي استوعبها لانه اجى عليها سؤال، بس هو مش شرط انه هلا يكون لهم ريل ابلكيشن، بس اعرف شو انواع ستريس. الستريس ممكن يكون اكسيال، وبهاي الحاله اما كومبريشن واما تنشن. شو يعني كومبريشن؟ كومبريشن ضغط، يعني تمسك شغله وبتاثر فيها بستريس من هون، وبتاثر بستريس من هون وبتضغطها، فبتعمل كومبريشن. والتنشن هو مثل الشد، بتشد من هاي الجهه وبتشد من هاي الجهه، بصير في ستريس. وفي له ابلكيشن يعني كثير حلو، هلا لو قدام رح تعرف اكثر عنه. بالنسبة للنون اكسيال ستريس في عنا ثلاث انواع: الشير والتورشن والبندنج او الفليكتشر. الشير شو يعني؟ يعني لو انا مسكت ورقة او مثلا ربر او شو من كان، يعني او سيليكون او واكس مثلا، مش عارف بدي اطرح لكم اي مثال هلا، بس انه مسكتها وشديتها من هاي الجهه ومن هاي الجهه برضه شديتها، فلاحظ على حركه ايدي انا شيء بيروح بهاي الجهه وشيء بيروح بهاي الجهه، مش بنفس الاكسس وبرضه مش بنفس الدايركشن. فهذا الشيء مثل المزع، يعني تذكر كيف انه المزع. فمثلا هاي الماتيريال عندها شير ريزيستنس. شو يعني شير ريزيستنس؟ انه هاي الماده مقاومه، لان لو مثلا اثر عليها two forces be opposite direction be two axis مثلا، رح تكتشف انها لا، مثلا هاي بتمانع هذا النوع من ستريس. هلا التورشن هو مثل ما انك عندك هاد البن، نعتبره انه حنأثر عليه بستريس تورشن، بهاي الايد رح تكون هيك اتجاهي وبهاي الايد هيك اتجاهي، تمام؟ فانا بهاي الحاله عم بعمل مثل كانك عصرت الماتيريال اللي معك. هاي هي التورشن باكسس غير وبرضه بدايركشن غير، فاحنا هي فورسز بالاوبوزيت دايركشن. هلا البندنج او الفليكتشر يعني سهله، بس انت كيف بتطوي الشغله او بتكسرها كسر، فهي كانك جبت الايدجز توورد ايتش اذرز. اوكي، هلا هنا اشكال هذا كومبريشن، تنشن، وتوشن، وشير ستريس. هلا بالنسبه للسترين اوريدي حكينا انه السترين هو الديفورميشن اللي بيصير بالماده as result from applying a stress on it. اوكي، هلا الديسكريبشن الحقيقي للديفورميشن. اوكي، انا بعرف انه في ديفورميشن صار بهاي الماتيريال، بس كيف هو كيف كان الديفورميشن؟ كيف عرفت انه صار الديفورميشن؟ يعني بالمنطق انه اوكي انا متوقع يصير في تغيير، بس كيف حسبته؟ هو عباره عن التغيير بالطول بناء على الطول الاصلي. يعني لو عندك مثلا عجينه وضغطت عليها، قديش تغير طولها وقديش كان طولها الاصلي؟ هلا الدلتا اللي هو تشينج ان لينث، اللي هو تغيير دلتا لينث على الانيشيال لينث، هذا بيعطيك السترين، تمام؟ فهلا بس هم هيك بدك تكون عارفهم شو يعني ستريس وشو يعني سترين، لانه وي ويل ابلاي ذم اون دايجرام. هلا هذا الاشي اسمه على الواي اكسس حطينا ستريس، وعلى الاكس اكسس حطينا سترين. اوكي، هلا مسكنا الماده وحاولنا ان نحط عليها ستريس، يعني we apply a force on the surface area, we expect from it to have a deformation، انه يصير فيها ايش؟ يصير فيها strain، تمام؟ فكانت الفكره كالاتي، انه كانت مثلا الماده تسلك هذا المسلك،
تكون بهذا الشكل، كيف من كان رح تدرس هذا الـ الـ يعني الكيرف وتفهم كل التفاصيل منه وتقدر تطلع منه كثير أشياء وتصنف الماتيريالز بناء على ذلك. طيب شغلة كثير مهمة إنه أنا لما جيت أعمل هذا الكيرف وأدرس بناء عليه خصوصا لديت الماتيريالز، لأنه أنا عم بدرس وغيري عم بدرس هالماتيريال كماتيريال كبروبرتيز لإلها، وساينتست بمكان ثاني بدرسوها، فقررنا إنه إيش تهمل الجيومتري لهاي المادة، يعني تهمل كيف وجودها بالفضاء العيني أو كيف أبعادها أو كيف وضعها هي تهمله. ليش؟ لأنه إذا ما أهملته رح يطلع مع كل واحد فينا نتيجة مغايرة. تمام؟ هلا بحكي لك انه we are not comparing different materials different dental materials مثلا بناء على انه كيف هم شكلهم، لانه هذا الاشي رح ينتج عنه اكثر من كيرف. طلع هذا كيرف هذا كيرف وهذا كيرف، بس لو انا وحدت الموضوع واهملت شغله من الشغلات هي حتخليني احصل على كيرف واحد للماده الواحده. اوكي اوكي. هلا الانجينيرينج لا ستريس سترين كيرف، طبعا هو اوريدي هذا الستريس سترين كيرف اوريدي ستديد بالفيزيكس وبال عند الانجينيرز، فبيكونوا انه يعني هندسه هذا الكيرف بتكون مور كومبليكيتد واوريدي يعني اتس نوت ذات انكلودد يعني بهذا الليكتشر. اوكي هلا خلينا نطلع على هذا الكيرف، شايفينه؟ هذا هو stress strain curve اللي مثلا واحدة من الماتيريالز اللي هو رح نطلع فيه كل النقاط اللي رح ندرسها بالتحديد. خلينا أول إشي نحدد ال y axis شو هو؟ حكينا قبل شوي حطينا عليه الستريس اللي هو الفورس على الاريا، وال x axis إيش هو؟ هو the strain اللي هو deformation اللي هو تغير باللينث على اللينث. أوكي؟ الأصلي. هلأ لاحظت أنا ملاحظة لما مسكت الماتيريال إنه أنا am applying stress on it وبنفس الوقت عم بصير عندي deformation بحالة linear، يعني بحالة طردية، يعني أنا عم بزيد وهي بتزيد، بزيد stress بزيد deformation، بزيد stress بزيد deformation لنقطة معينة بطل stress اللي عم بزيده مساوي للديفورميشن اللي عم بزيده. يعني مثلا كنت انا ام ابلاينج مور ستريس بس الديفورميشن اقل، او اني ام ابلاينج مثلا مور ستريس والديفورميشن مشى بمجال اسرع. فبدك تعرف انه النقطه اللي بطلنا احنا عنها بان ماشيين بعلاقه طرديه وببروبورشنال ريليشن او ب يعني بهاي الحاله، النقطه اللي وقفنا عندها اسمها بروبورشنال ليميت، انه احنا هون كان عندنا لينير للريليشن، لينير ريليشن كانت بين السترين وبين ستريس، بين الستريس وبين السترين. هاي اللينير ريليشن انتهت بايش؟ انتهت ب بروبورشنال ليميت. طيب هلا هل قصدك انه احنا لما بنحكي عن انا ام ابلاينج ستريس وعم بقابل هذا الستريس اللي انا ام ابلاينج ات انه عم بقابله ديفورميشن، يعني انه الماده طول ما لها عم تتغير؟ خلينا نحكي عن شغلة قبل ما نكمل نطلع على الصورة. هلأ أي مادة نمسك مطاطة ماشي، الرباطة مثلا، أي إشي هيك بيمط، جرب أنت شدها، بس بتشدها ورجع هيك شدة بسيطة ترجع على محلها. تمام؟ لو شديتها وشديتها كثير كثير شديت عليها وجيت ترجعها ما بترجع زي ما كانت، لاحظ أنها طولت، ف طولها هذا تغير طولها بناء على طولها الاصلي هذا صار فيها سترين، شدك لها هو ستريس. حالتها بعدم قدرتها على انها ترجع لوضعها الاصلي، هاي الحاله بنسميها بلاستيك بيهيفير. بلاستيك بيهيفير معناها انها توقفت عن انها ترجع للحاله الاصليه، فبنحكي ايرفيرسبل تشينجينج بيكون بهذا الشيء، وبيكون بيرمننت تشينجينج بصير بهاي الماتيريال. بس لما كنت بلعب فيه بشتغل فيه فيها بهاي الطريقة كانت يعني عادي، بحركها بترجع بحركها بترجع. كانت الفكرة كيف؟ انه كانت هاي المادة بإلاستيك بيهيفير. إلاستيك شو يعني؟ يعني مرنة، يعني كانت هاي المادة انها اوكي بيصير فيها ديفورميشن، بس انت شيل الستريس خلص راح الديفورميشن، راح عني التغير اللي صار بهاي المادة. بدك تكون عارف انه وايل احنا عم نحكي عن
proportional relation أو linear relation كانت بين stress و strain. كل ما بزيد stress بزيد strain بطريقة طردية وبطريقة إنه لما طلعنا على الكير لقيناها linear، بنلاحظ إنه الماتيريال تسلك مسلك إيش البيهيفير اللي بيكون عليها، بيكون بيكون الإلاستيك بيهيفير. تمام؟ بعد بفترة هيك بسيطة جدا، خلينا نعمل بس نرجع نفرجيكم إياها إشي بسيط جدا، بلاحظ إنه الماتيريال ما عم تسلك لينير ريليشن، يعني مو هيك هي، هيك أوريدي كانت، بس بعدين شفت هيك أجت مالت شوي. هلأ ميلتها النقطة اللي وقفت فيها اللينير ريليشن اسمها بروبوشنال اللي متو عرفناها، بس النقطة هاي لما هي وقفت عندها ثواني بس سوري، هلأ النقطة اللي هي رجعت وقفت عندها هون لاحظنا إنه لسه والله هاي المجال كله هون هيك 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 هيك، هذا كله إلاستيك بيهيفير. طيب دقيقة، أنت مش حكيتي تحت البروبوشنال ليميت الأريا أندر كيرف كلها كانت، أو مثلا الماتيريال لحديت هذا الحد من الستريس يعني للماكسيمس ستريس اللي تحملته كانت عادي ترجع للإلاستيك بيهيفير، طب ليش حكيتي كمان هيك مشينا نقطة؟ خلينا نفرق. هلأ هاي النقطة اللي هي وقفت عندها الإلاستيك بيهيفير، يعني خلص عند هاي النقطة حدها آخرها آخرها بإنها تتحمل إنها ترجع لمكانها، فهمتوا علي؟ هلأ النقطة هاي اللي هي حدها آخر إشي وما كانت لينير، هاي شو اسمها؟ اسمها إلاستيك ليميت. إلاستيك ليميت، ومن معناها واضحة شو فكرتها، إنه هلأ أنا في عندي ليميت خلص حد نهائي للإلاستيسيتي لهاي الماتيريال. طيب شو بفرق الإلاستيك ليميت عن البروبوشنال ليميت؟ بفرقوا هدول الأشياء عن بعضهم إنه البروبوشنال ليميت كان يدرس الكيرف، كان يطلع على الكيرف فيدرس لك إنه الكيرف لينير، وبعدين وقف اللينير ريليشن بيناتهم، فهو درس الكيرف. بس الإلاستيك ليميت درس الإلاستيسيتي تاعت الماتيريال، اهتم بالماتيريال، هذاك اهتم بالكيرف اللي عنده، تمام؟ بس بوث تحتهم الأريا اللي أندر كيرف، يعني هاي كلها الأريا هيك هيك، هاي إلاستيك ريجن، فبيكون البيهيفير فيها إلاستيك بيهيفير، تمام؟ تمام، إن شاء الله إنها واضحة وبسيطة. هلأ بعد ما إنه بلشت خلصت هاي المادة، خلص الإلاستيك بيهيفير عندها، يعني فرضت معها خلص بطلت ترجع على مكانها من على قد ما هو في ستريس كبير عليها، شو صار؟ اللي صار إنه الماتيريال صار في إلها حالة هلأ من إنها بدها تبلش بالبلاستيك بيهيفير. البلاستيك بيهيفير معناه إنه هاي الماتيريال قاعد بتمر بحالة من البيرمننت ديفورميشن، البيرمننت strain، أو نحكي irreversible changing عم بيصير فيها، أوكي؟ فهاي المرحلة اللي تلت اللي حكينا عنه هلأ الإلاستيك limit، النقطة اللي تلتها اسمها yield strength، والفراغ بينهم على فكرة كثير بسيط وقصير جدا يعني. فبدك تكون عارف إنه في مرحلة انتهى فيها الإلاستيسيتي وفي مرحلة بلش فيها البلاستيسيتي. طيب المرحلة اللي بيناتهم هاي شو؟ هاي المرحلة خلينا نحكي لكم، لسه طبعا احنا المرحلة الثانية هاي لسه ما عرفتوا عنها يعني كثير تفاصيل هلأ بنحكي عنه. بدك تكون عارف انه المرحلة اللي بيناتهم اللي هي كثير بسيطة هاي على مستوى الذرات عم بصير في تغييرات بالماتيريال، مثلا في اشي منهم قاعد بيمشي في مجال انه يكون يمشي للبلاستيك بيهيفير، وفي اشي كان لأ لسه إلاستيك. فبس يعني بس كيف احكي لك انه هي ميالة مور لا تكون بلاستيك بيهيفير. النقطة اللي تلت شو اسمها؟ yield strength. شو اسمها؟ yield strength او yield stress، اوكي؟ ولهنا بنكتفي وبنرجع بنرجع عليه هذا الكيرف وبنكمل دراسة. في عنا كمان الالتيميت ستريس والفراكتشر ستريس برضو رح نتعرف عليهم، بس لهنا خلينا موقفين، تمام؟ هلا نحكي كمان عن شغلة، وهذا كمان الكيرف رح نرجع له في آخر المحاضرة ونقدر نحدد عليه كل إشي ونفهم كل إشي إن شاء الله فيه، تمام؟ هلأ البروبوشنال ليميت اللي هو حكينا عنه هذا قصة اللينير، تمام؟ هذا البروبوشنال ليميت هو أكثر ستريس الماتيريال بتقدر تتحمله، أكبر ستريس الماتيريال بتتحمله بدون ما يصير فيه ديفييشن
ماشي بايش بال بالكيرف اللي كان موجود. فبالتالي ما دام انه هذا الكيرف اللي هون او الشكل اللي عندك ماشي بلينير لينير ريليشن وبلحظه من اللحظات وقف هون, بتعرف انه ايش هون هو خلص هون البروبورشنال ليميت. قبل البروبورشنال ليميت ما في عندك بيرمننت ديفورميشن او تغيير واو مثلا ثابت او انه خلص ما رح يرجع, لا كله كان بلاستيك كان الاستيك بيهافير. سوري, هلا الريجن كانت تحت هاي الكيرف من هون لهون اسمها ايش؟ الالاستيك ريجن. وحكينا قبل شوي انه كمان لقينا نقطه بعدها سميناها الالاستيك ليميت, والريجن تحتهم الثنتين كلها إلاستيك ريجن. اوكي, والمسلك المادي لحد هذا ستريس هو كان إلاستيك ايش, كان المسلك الكامل إلاستيك بيهيفير. اوكي, هلا نحكي عن الإلاستيك ليميت اللي هو ايش, هذا اللي تبع البروبورشنال ليميت. تمام, نفس تقريبا التعريف, احنا بنحكي عن ايش, ماكسيمم ستريس الماتيريال اللي تحملته بدون ما يصير اي بيرمننت تشينجينج فيها. وحكينا شو الفرق, الفرق انه البروبورشنال ليميت عم بدرس اللينير ريليشن بين ستريس وسترين, وحكينا انه الالاستيك ليميت عم بدرس نهايه الالاستيسيتي لهاي الماتيريال. تمام, هلا اذا مو فاهمين شوي شو يعني الاستيك وبلاستيك, هلا في هون صوره بتوضح لك بناء على الذرات. لو تطلع على الماتيريال ممكن تكون هاي الماتيريال بهذا الشكل, تمام, ومرتبه الرينج بهاي الطريقه. اذا انت ابلاي يعني وي ار ابلاينج ستريس على هاي الماتيريال راح يصير في سترين, راح يصير في ديفورميشن, بس ايش هذا الديفورميشن كيف شكله, يعني ما انا ما غيرت المستوى اللي الجزيئات على بعضها فيه, يعني بس هيك حركتهم اشي بسيط هم قادرين يرجعوا على مكانهم, هذا الاستيك بيهيفير. بس وانس اني عملت سليبنج لهذا البلان رح يصير في بلاستيك ديفورميشن, ما رح تكون هاي الماتيريال ايبل لانها ترجع على مكانها. فاحنا بنحكي عن الالاستيك بيهيفير انه برجع للاوريجينال, والبلاستيك بيهيفير بيكون التشينج الريفيرسيبل. اوكي, هلا اليلد سترينث اللي حكينا بدنا نفصل فيها اكثر. اليلد سترينث الفكره انه ممكن طبعا تقراها انه يلد سترينث او يلد سترينث, وفي لها برضه معنى اخر اسمه الفانكشنال فيلير. طب وحده وحده, لا لسه مو فاهمه انا. الفكره كانت كالاتي, اليلد سترينث فكرتها انه هي المرحله اللي المادة فيها خلص بلشت الفيلير عندها, يعني ممكن إذا إنها كانت بتتحمل الفورس اللي عليها وبترجع عادي وأوكي ما بيبين عليها أي بيرمننت دامج أو بيرمننت مثلا حالة من التغير من في شكل المادة ما كان واضح, بس لحظة من اللحظات بلشت هاي المرحلة إحنا بنعتبرها functional فيلير. يعني بلشت هاي المادة بحالة انها تكون تفشل هاي المادة. تمام, فاحنا بنحكي هاي اسمها الفانكشنال فيلير, وهي المادة بتبلش functioning in a plastic manner, functioning in a plastic manner, بلشت المادة تتغير وما ترجع لمكانها الاصلي. تمام, فهي عندك permanent strain تعيش بيه بتشتغل ببلاستيك مانر, بيرمننت سترين وبنحكي عنها فانكشنال فيلير. بس ثواني, في شغله كمان كثير مهمه, قديش الديفورميشن اللي انت حددتي عنده اليلد سترينث, يعني هل من صفر؟ طيب يمكن ما هي صفر, يعني شو مضمنك انها صفر؟ اجوا العلماء شو حكوا, خلص احنا بدنا يعني نجزم في هاي الموضوع ونحكي انه 0.2% ها 0.2% من الماتيريال بصير فيها بلاستيك ديفورميشن, وبهاي المرحلة بالضبط انا بحكي انه الماتيريال اللي عندي يا جماعة خلص هلا اليلد سترينث وبلشت بالفانكشنال فيلير. هذا الرقم مهم, تذكر 0.2% اللي هو قديش من الماتيريال صار فيه بلاستيك ديفورميشن, تذكر هاي المعلومة, تذكر انها فانكشنال فيلير, وتذكر انه هي بلشت بالبلاستيك مانر وفي عندك بيرمننت سترين. طبعا شو بستفيد من انه ادرس اليلد سترينث؟
اللي هي الديستريشن. احكي لكم شو فائدته. مثلا لو انا بدي احط ريستريشن ب انسايد الكافيتي مثلا بمولر او واتيفر، هاي الريستريشن انا بدي اياها ما تنكسر. طب كيف ما بدي اياها تنكسر او ما بدي يصير فيها تغير ويكون التغير ثابت؟ طب هي بتتعرض لفورس. هلا احكي لكم كيف. بدي اليلد سترينث اللي اختاره لهاي الماتيريال يكون اعلى بكثير من الاكلوزل او البايتنج فورس. هلا طرح الدكتور برضو مثال اللي هو البيندينج للاورثودونتيك وايرز. فالبيندينج فورس مرات لو حدا راح على الاورثودونتكس شو بيعملوا؟ مثلا بيكون الدنتست او الاورثودونتست بيكون هدفه انه يبعد الاسنان عن بعضها، فبيعمل مثلا بيندينج بهذا الواير بشكل ما، بحيث انه بده البيندينج يضل على محله، يعني بده يصير في بيرمننت دامج عن جد. هو ما بيجيب الواير اوريدي بيندد، لا هو بيحركه وبيندد بشكل اللي بده اياه، بده اياه يضل ثابت، فبده الفانكشنال فيلير يضل ثابت او البلاستيك مانر يضلها ثابته والاسنان هي اللي تبعد. تمام، هذا واحد من الامثله، يعني هيك شيء بسيط، بس انه الفكره كانت كالاتي، انه بدي البيندينج فورس تكون اكبر من اليلد سترينث، لانه انا بدي يضل هذا الشيء بالبلاستيك بيهافير. هلا how to determine yield strength. اوكي، هلا كيف بنحدد اليلد سترينث؟ عن طريق انه بندرس من هاي النقطه، لو اسقطنا بنفس يعني خط موازي للميل لهذا من البروبوشنال ليميت، مش انت بتطلع بخط، لو اسقطت خط موازي له من عند اليلد سترينث من عند هاي 0.3، رح تشوف انه 0.2% من الماده صار لها سترين، وبتعرف انه هاي هي اليلد سترينث. هلا نحكي عن اخر موضوع بهاي المحاضره، هو الالاستيك موديلس. قبل ما يعني هيك دغري يخطر على بالك الاستيك، انا بعرف شو يعني الاستيك، لا الاستيك موديلس معناها انه مش الاستيك، هيك انا كنت احفظها، يعني موديلس انه مش الاستيك. فيعني الالاستيك موديلس بدرس لك قديش هاي الماده قاسيه، هاو ماتش ذس ماتيريال از ستيف. اوكي، فهذا الالاستيك موديلس كان ما بشبه الالاستيسيتي، قديش مادتك بتكون ستيف، هذا اولا how stiff the material. فيعني لو حكيت لك انه عندك ماده high elastic modulus، high elastic modulus قديش بتكون stiff؟ بتكون كثير برضو stiff، بس قديش بتكون elastic؟ بتكون قليله الالاستيسيتي فيها. كيف بقيس الالاستيك modulus؟ بقيسه عن طريق السلوب. شو يعني سلوب؟ يعني الميل اللي كان موجود على هذا الرسم البياني، فالميل بيكون ستريس على سترين، وطبعا بيجيك في الامتحان مثلا هيك كيرف وهيك هذا الكيرف، ومسميين هذا A هذا B هذا C، فتطلع عليهم تحكي انه مثلا الكيرف A هو ميله اكبر من الكيرف B، والكيرف B ميله اكبر من الكيرف C، فبالتالي A more stiff B يعني بعدين وبعدين C، والسي بتكون يعني هي إلاستيك اكثر من اللي قبلها. يعني الموضوع بسيط للآن، أنا حكيت إنه إلاستيك موديلس مش إلاستيسيتي، بقيس لك الستيفنس لهاي الماتيريا بتقيسه عن طريق السلوب. لو إجاك سؤال which is the more يعني which is the most stiffness، مثلا هيك إجاك سؤال بس تقرأ هاي الكلمة بتعرف إنه أنا بحكي عن إلاستيك موديلس، بس تعرف إنه بحكي عن إلاستيك موديلس دغري تطلع على السلوب. تمام، فإذا حكينا برضو شو يعني اليونت لهذا الإشي الإلاستيك موديلس، ما أنت بتقيسه ستريس على سترين، ستريس باسكال اوريدي، والسترين يونتلس لانه متر على متر، مش كانت تغير بالطول على الطول، وهيك بتكون انت قصت الالاستيك موديولس توصلت له بسهوله ان شاء الله. هلا درسنا كذا مثال من درسنا الالاستيك موديولس لكذا ماتيريال، من هاي الماتيريالز يعني سواء عم نستخدمها بريستريشن، سواء بالتوث ستراكشر، او بدك تستخدمها بانسايد ماوث. مثلا اول شيء استخدمنا قصنا وشفنا قديش هو ستيف، قديش هو قاسي، هو الكوبلت كروميوم، واكتشفنا انه هو اعلى قساوي، اعلى شيء الكوبلت كروميوم. اذا حدا متذكر بالانترو حكينا الكوبلت كروميوم هاي ماده بتجي معدنيه بنستخدمها في البارشل دنتشر بالاطقم الجزئيه، كثير كثير قاسيه يعني معدنيه، فتوقع انها هي تكون الكوبلت كروميوم اعلى شيء. احفظهم بالترتيب، احفظ بالترتيب ليه؟ لانه عليهم سؤال هذول، يعني مو ضروري تحفظ ارقامهم بس بقدر ما انك تحفظ
ترتيبهم بشكل منطقي. يعني لو متى ما سألت عنهم خلاص انت تكون متذكر انه والله الكوبلت يعني اقسى من الانامل اقسى من غيره من الاشياء، فهمت كيف؟ فانه انت عارف انه هذا المعدن كثير قاسي، الكوبلت كروميوم بعديها الانامل، تذكر انه الانامل اقصى شيء في جسمك، فبتحط كوبلت اللي هو معدني شيء براني، بعدين الانامل اللي هو اقصى شيء في جسمك، وبعدين بورسلين. بورسلين اللي هذا بنستخدمه مثلا لكراون او غيره من الاستخدامات، فبرضه هاي الماده قاسيه، وحطها بعين الاعتبار انها اقسى من غيرها من الحشوات، فبالتالي بتكون هي هيك يعني مفضله اقسى من الحشوات. تمام، فعندك بورسلين، وبعد البورسلين بنختار في عندنا نوعين من الحشوات. اوكي هلا في عندنا تو ماتيريالز، الامالجام والكومبوزيت، هذول بنستخدمهم في الريستوريشن. اتذكر دائما انه الامالجام اللي هي معروف عنها انها اسمها حشوه الفضه او شيء هيك، يعني انت تذكر المعنى العام انها هي اقسى من الحشوه البيضاء، اوريدي هذيك انت بتقدر تشكلها وترتبها، فالامالجام اقسى من الكومبوزيت. وبعدين بنيجي لوين؟ لا في عندنا دنتين وفي عندنا ريزن. الدنتين اللي هو بتعرف انه هو يعني second layer من tooth structure، برضو هاي بتكون نوعا ما صحيح فيها يعني قساوة، بس بتكون أطرى من كل إشي حكينا عنه مسبقا. وبرضو لازم تكون عارف إنه لما إحنا نختار restorative material بتكون ما بين ال يعني elastic modulus للإنامل والدنتين مثل الأمالجم والكومبوزيت والبورسلين. وآخر إشي اللي هو الرزن، هذا يعني least stiffness، يعني الاستفنس له كثير 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 قليله، والالاستيسيتي بتكون مرتفعه، فبالتالي الرزن هذا تذكروا انه هو الاكل الكريزن اللي كنا بنستخدمه سواء في الدنشر كانه التوث نفسه يكون اكليريك، او انه الماتيريال تاعت الدنشر لونها كان بينك تكون هي اكليريك ريزن. وبس هيك اتذكرها احفظها كامل بهذا الترتيب، عم نحكي عن كوبلت، بعدين انامل، بعدين بورسلين، تذكر الامالجام اقسى من الكومبوزيت، وبعد الامالجام في عندك دنتين، وبعد الدنتين اكليريك ريزن. اوكي، ولهون محاضرتنا اليوم، وان شاء الله اذا بدكم اي شيء او اي سؤال تفضلوا يسالوني، يعطيكم الف عافيه.